عن قزعة قال: سألت ابن عمر آت الطور فقال: دع الطور ولا تأتها، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الطور ده حيث كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما. السلف والصحابة كانوا بينهوا الناس إن يمشوا الطور هناك، ليه؟ خشية الافتتان بذلك المكان، وبعد ذاك يتبركوا به، وبعد ذاك يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ده كله سد لذريعة الشرك وقطع لشجرة الشرك من جذورها وأصولها. في واحد، شوف الصحابة كان بيقفلوا أبواب الشرك كيف. في واحد جاء لعمره هسه قريب، ده كبير مكلفح كده، تيجي تلقى صورته في النت موجودة، جاء في المسجد النبوي كده ومعاه عواليك حوالينه، عصابة معاه، قالوا ده بيشبه بكر الصديق. وين شفته قلت ده ما بيشبه اي واحد من الصحابه ولا التابعين قطع شك، ولا الائمه الاربعه ولا واحد من الصالحين. قالوا صوفه، قالوا ده بيشبه، وهو كمان ممثل الدور، عامل ليه كده يا زول بالعمه محنكه كده ومظهر عيونه ونخرته خشمه. اول ما رجع بلده صار الها يعبد من دون الله. بس زول ساي لا بينضم، لا عنده علم، لا عنده فهم، بس العصابه اللي حوالينه قالوا ده والله كانه من عصر الصحابه، وكمان بيشبه بكر الصديق. الليله بقى اله يعبد. شافع عندنا هنا في الشماليه، شافع ولا هي بيت صغيرة لسه ما تعلمت تستنجي ولا تستجمر، لسه ما عرفت. وحوالينا عصابة، واحد شنبه كبير بتاع لايفات وتاني مجارمة معاه، قالوا البيت دي مباركة، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اداها شوية موية قال لها فيها بركة بتشفي من أي مرض في النوم. طيب الموية ما كملت، بقى بجيبوه بالفناطيس، هذه قدام الرسول برضه فناطيس، بالفناطيس والقروش بعد ذاك حلبوا الناس حلب وسلبوا أموال الناس سلب، وبقى كل واحد شايل الثاني وماشي. اتكلمنا بقى ينكروا علينا كمان، بقى ينكروا على إخواننا دعاة التوحيد كيف تنكروا الشرك والكلام الباطل ده. اخواننا الامه دي بتين تعقل، بتين تفوق. البشفي الله واذا مرضت فهو يشفيه، قال لك لا ده سبب، لا ده ما سبب، السبب يا كوني، هو حق الاطباء اللي بيقولوا لما الواحد يلبس نظاره ده سبب كوني صحيح او سبب شرعي، زي العسل النحل، زي الحبه السوداء، زي الحجامه، ده سبب شرعي جاء في الكتاب والسنه، غير السبب الكوني والشرعي. الكوني الذي جرب والشرعي الذي جاء في الكتاب والسنه ثاني ما في علاج. اي زول يقول لك نمت الرسول اداني بسمار كذاب، اي زول يقول لك نمت الرسول صلى الله عليه وسلم اداني نار بعالج بها كذاب، اي زول يقول لك نمت ادوني مويه حتى لو عالجت واحد فهو الشيطان. وفي الغالب الواحد ده ما اتعالج، ده من العصابه ذات، من العصابه نفسها، بيجي شايلينه في كرسي، وديل برضه من العصابه، يقول لك ده والله ما كسح له 10 سنه كذابين، هو ماشي بين رجلينه وجاوه من بلد بعيد عشان ما بزول يعرفوا من وين، يجي ينزلوا يرشوا بالمويه يقول اه قمت، جماعه يكبروا والنساوين زغرتا والمجار ما يبكوا، البكا ذات ما عنده تخصص، المهم واحدين يبكوا، بعد شويه انت والله الفي جيبك دي لو مليار لو ما عندك تحول له بنكك. الهدف جيبك يا اخواننا، والهدف عقيدتك ودينك يا اخواننا. ما في حاجه اسمه ده الرسول جا في النوم ادى مويه وده ادى زيت وده ادى وما بعرفه شنو ده علي بيه، ده كله كذب. كيف نضمن انه الرسول جاك؟ نحن نمنا جنبك كيف نرضى لك؟ كيف نتاكد؟ جمال الكلام ده كلام باطل. هل ورد واحد من الصحابه قال نمت صحيت الرسول اداني علاج؟ اتحداكم، اتحدى عباد القباب والاضرحه ديل والدجاجله والمشعوذين والكهنه والسحره، جيبوا دليل واحد انه واحد من الصحابه نام، ولا واحد من الائمه الاربعه مالك الشافعي، واحد من التابعين نام وقال ادوني بسمار قال لي عالج بيهم. كذب يا اخواننا، ده دجل وشعوذه، خلوا الكلام ده.